عسلامة ومرحبا. أحسن حاجة نعملوها بعد شقة الفطر ناخذوا انفيزيون. الانفيزيون هذه باش تعمل لنا برشا دغيناج، باش تحرق الزايد اللي عندنا وباش تسهل الهضم. على كل كيلو من ميزانك تاخذ 30 مليليتر من الماء. الماء هذا نغليوه بالقدا وبعد نحطوا فيه مغرفه نتاع ميكله بسبيس بلدي، عود قرفه وثلاثه سنات ثوم، نشربوها على طول السهريه وهكاكا تكون حاجه نافعه ياسر لينا. شهيه طيبه. لأن رمضان يجمعنا.